في مسعاه للحصول على دعم البرلمان الأوروبي لاتفاق يتفادى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التقى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع رئيس البرلمان الأوروبي مالتل شولترز ومسؤولين عن 3 أحزاب رئيسية في البرلمان، وسط معارضة دول شرق أوروبا لمطالب كاميرون وخاصة تلك المتعلقة بحظر حصول المهاجرين على مزايا الرعاية الاجتماعية. لن يعرقل البرلمان الأوروبي أي اتفاق بين الدول الأعضاء يسمح ببقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، هذا ما وعد به رئيس البرلمان الأوروبي رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، مشددا على أنه دعم محدود لإبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد. وفي وقت سابق حصلت مسودة اتفاق على موافقة أولية على مطالب بريطانيا من بعض زعماء الدول الأعضاء، لكن ما زالت هناك بعض المواضيع الحساسة عالقة كالهجرة والسيادة السياسية مرورا بالاقتصاد. كل التغييرات يجب أن تتم في إطار المعاهدات الحالية، ولا تغيير الآن للمعاهدات. وترفض بعض الدول كفرنسا أي تعديل للمعاهدات الأوروبية لجعلها منسجمة مع مطالب البريطانيين، وسيحاول زعماء الاتحاد الأوروبي تذليل الخلافات العالقة مع رئيس الوزراء البريطاني في قمة تعقد يومي الخميس والجمعة. وفي انتظار القمة الأوروبية الحاسمة، ينتظر أن يعقد ديفيد كاميرون مجموعة من اللقاءات على أمل إيجاد اتفاق حد أدنى يرضي جميع الأطراف.